من أسئلة الكتاب Solve Using Augmented Matrix Methods Problem 78 4x1 plus 3x2 equals 26 3x1 minus 11x2 equals negative 7. نبدأ بالـ Augmented Matrix 4 مع 3 مع 26 second row 3 مع negative 11 مع negative 7. عايزين الفور تبقى 1، اما نقسم على 4 ويظهر لنا fractions او نطرح رو 1 minus رو 2. الرو 2 مش هنغير فيه شيء. الفيرست رو هقول r1 minus r2 ونعمل replacing لل r1. 4 minus 3 1 3 minus نيجاتيف 11 يبقى بلس، يبقى 3 بلس 11 14. 26 ماينس نيجاتيف 7 يعني 26 بلس 7 يبقى 33. ال 3 اللي تحت لو انا عايزينها 0 فلابد يجي لها نيجاتيف 3، يبقى هضرب الفيرست رو في نيجاتيف 3 واجمعه مع السكند رو ونعمل ريبليسنج للار 2. هضرب في نيجاتيف 3 يبقى نيجاتيف 3 نيجاتيف 42 نيجاتيف 99. الفيرست رو مش هنغير فيه شيء. السكند رو هنجمع 3 مع نيجاتيف 3 ب 0 نيجاتيف 11 مع نيجاتيف 52 يبقى 35 نيجاتيف 53 وهنا 601 نيجاتيف. النيجاتيف 53 عايزينها ب 1 فنقسم عليها. الفيرست رو مش هنغير فيه شيء. 1 تقسيم نيجاتيف 53 ار 2 ونعمل ريبليسنج للار 2 هيبقى 0 1 2. ال 14 اللي فوق ال 1 عايزينها 0 فيجي لها نيجاتيف 14 فنضرب السكند رو في نيجاتيف 14 ونغير الفيرست رو. السكند رو مش هتغير فيه شيء، يبقى هنا 1 نيجاتيف 14 مع 14 ب 0 نيجاتيف 23 مع نيجاتيف 28 مع 33 يبقى 5. وصلنا للريدوسد فورم. اذا ال x1 equals 5 ال x2 equals 2. نقول على السيستم ان هو consistent، يوجد حل independent حل وحيد ويونيك solution. عايزين نتأكد ان شغلنا صح، نعوض في الاوريجينال equations. احنا طلعنا الحل ب 5 و 2 يبقى 4 times 5 plus 3 times 2 20 plus 6 equals 26 صح. 3 times 5 minus 11 times 2 يعني 15 minus 22 negative 7 فشغلنا صحيح.